سيمون بموضوع غزة اليوم و تنحكي لبنانيا أكثر. أولا بموضوع غزة، هل تعتبر بأنه اللي عم بيصير بغزة شو؟ اللي بيصير بغزة هو يعني سوء تقدير عند الفريقين. شو هي هي؟ سوء تقدير. سوء تقدير؟ سوء تقدير للنتائج. ليش مختلفين على شو حادث سير؟ لا تقلك ليش؟ ايه الإسرائيليين كانوا معتبرين انه يعني قاعدين بأمان وباستقرار، مش متوقعين يصير الصواريخ عم بتطير بالأجواء الإسرائيلية بالداخل الإسرائيلي بهذه الطريقة، من اللي فيها الأمن الاستراتيجي، الأمن الإسرائيلي مهدد، إضافة إلى المشاكل بينهم وبين العرب بقلب البلدان. بموضوع لحظة شوي، تفضلي تفضلي، ما بعرف شو بدك تحكي، بدك إياني أقول لك ارفع إيدي معك. لا ما بدك تقول لي بس لحظة شوي، هن الإسرائيليين كيف يعني معتبرين؟ فاتوا على شيخ، على حي الشيخ جراح ليهجروا أهله، نحن نشهد تهجير جديد، يعني الناس اللي ما عايشوا نكبة 48 فاتوا على بيوتهم، يشحطوهم من بيوتهم يهجرون. هيدا أنا مش هيدا أنا عم بحكي بالمعركة دغري، عم بحكي بالمعركة دغري، اليوم في معركة بين موضوع الإسرائيلي، يعني موضوع التهجير والتدين وعدم التزام بالقوانين الدولية واحدة يعني. هي واحدة أنا عم لك إياها، إن أنت ما فيك تحكي عن أداء إسرائيلي، هذا وحده. أنا عم أقول اليوم بالمعركة إذا بدنا نعمل هلا أني مطالعات لا لا هو شو صار هيك بلش. أنا في تعدي إسرائيلي إذا بدك تاخذي باللغة اللي بدك إياها. أنا عم أقول اليوم فلتت المنطقة، حماس حضرتك إذا حدا بفوت على بيتك شو بتعمل؟ بقتله. انا بطول بالي كثير كثير انه يا اخي شيء تقتله. ايه انا اذا حدا بده يضل انا اليوم إيه؟ انه انا بعمل هالهاني بس اخر شيء طيب. يعني بتأيد اليوم قتل الاسرائيليين؟ انا ما فيني أيد قتل الاسرائيلي. ليه؟ انا كمواطن اذا عم بفوت على بيتك انا كانسان اسمعيني شوي، انا إيه؟ كانسان لا أؤيد منطقة القتل، كمسيحي مؤمن لا أؤيد القتل. ما هلا بدك تقتله للمعين شو أنا بفوت على بيتي بحرق دينه. ما هن فاتوا على بيتهم. أنا بحب هلا مش هقول لك بيت شعره شو بحب وشو بعمل. أنا إذا حدا بده يضلني بده يأذيني عسكري قاضي حدا فيه يأذيني ما برحمه، ما بتركه بيلحقوا على القبر. بس هيدي إذا بدها تصير معي، بس أنا عم أقول أنا ما فيني أنا كمواطن أقول لك هلأني أنا مع منطق القتل، أنا إنسان مسيحي مؤمن، أنا عم أقول الحق الانسان بالدفاع عن ذاته. اسمعيني شوي، الدفاع عن ذاته شو عم بيصير بغزه؟ عم بيصير بغزه. شو عم بيصير؟ عم بيصير بغزه معركه عم بيصير بغزه معركه صاروخيه بين الفلسطينيين وبين الاسرائيليين. لا عم بيصير عدوان 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 انا ما عدوان اسرائيلي بيعمل، بس انا عم اقول شغله. اليوم اللي عم بيصير هو شكل الحديد اليوم مفاجاه اسرائيليه بالقدرات العسكريه اللي عند حماس. هذا اللي انا عم بدي اقول لك اياه، هذا الاسرائيلي ما كان متوقعه. فجاه كان معتبر انه الصواريخ هي صواريخ عاديه مثل ما كان متوقعه، انه بيطلع له 30 40 صاروخ بعطلهم، ومن ثم انا بوصل لوقت انه قادر ارجع اضبط حماس ومن خلال ضغوطات خارجيه. وكان معتبر انه فيه يحتل شو ما بده ويرسم الخريطه مثل ما بده، ما بتكمل حتى ال 10% اللي عم يقطعوا ويوصلوا على قلب تل ابيب والاسود. عم يعملوا عم يعملوا ردات فعل، عم يعملوا نقز كبيره، عم يعملوا شك تشكيك بقدرات الدوله الامنيه. هي اول نقطه. عند حماس ما عندهم شيء يخسروا، يعني بالنسبه لحماس هي بلا عندهم الارض. خلينا نكمل بالحرب اللي عم بتصير هلا. هن اهل يعني الارض. مش عم تساليني؟ لا بس ما هون ما فيك تقول ما عندهم شيء يخسروا. ما خليني اقول لك اياها. انا اصلا مش متعاطف مع جماعه حماس، هيك بدي اقول لك اياها من الاخر. يعني انا هول الجماعات الراديكاليه ماني متعاطف معها. انا مع مين متعاطف؟ تبلش انا ماني ناسي بعد مشهد الفلسطيني وتصرفاته بلبنان، بس خليني اقول لك شغله تحكيك بصراحه. هن بالنسبه لهم انه هن خسرانين كل شيء، ومعتبرين انه رايحين على يعني على على يعني معركه مع اسرائيل بمنطقه اسرائيل هي هادفه الى تطويعهم وتدجينهم. هن ما عندهم شيء يخسروا، مشان هيك اللي عم يعملوا اليوم بالنسبه لهم انتصار. اذا بعتوا صاروخ او خمسه او عشره، انت انضرب برج او اثنين ما بتعنيهم، هودي مفهومهم جهاديين. اذا ماتوا بيعتبروا انه عم بيكملوا الجهاد بمفهوم الجهاد الديني، انا ما بعرفه. الحديد اليوم بهذه المعركه في تسجيل نقاط من حماس على اسرائيل. اسرائيل اللي هي كانت متوقعه او متوقعه انه تهدد المنطقه، وعملت من مده نتنت، وعملت من مده قتلت، وعندها امكانيات، فوجئت بكميه القدرات، بتفجر انفاق ما بتغير شيء.
اليوم بده يكون في حل كامل بالمنطقة هوني. الحديد اليوم بين الفلسطيني الكامل. بين الفلسطيني متحرك حيوي صاحب قضية. هذا الموضوع بمعزل إذا أنا عم تقولي لي كيف وليش بليك بين أنه الفلسطيني اليوم اليوم إذا بدي أخذ بحط إشياء بدي أحط تابلو بليك الفلسطيني أو حماس هو منتصر على إسرائيل. ليش؟ لأنه صاحب حق. أنا مع مين؟ أنا مش مع حدا من اثنيناتهم. ما هلا عم تقول صاحب قضية. أنا ما فيني يعني أنا اليوم امبارح الفلسطينيين راحوا على الجميزة عم يتظاهروا كيف الناس قاعدة. أنا ما فيني أنسى وقت القطعوا على 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 نسوان طيب. أنا هي لا أنساها. أنا ما بدي مثل ما عملوا بعض المسيحيين الذميين الحزبيين عملوا تيقبضوا أموال من الخليج يعملوا حالهم إنه هن مع الفلسطينيين وبقيتهم غير هيك. أنا عم أقول في تاريخ أنا الفلسطيني بدي لك شغلة مدام. أنا شو نظرتي لهم؟ إذا اليوم إجت صار في حال سحري أنا بدي لك إذا صار في حل سحر اليوم إجت الدول العربية الأمريكان عملوا تسوية روسية ما بتحط هلا إيران على جنب قاموا قالوا في حل لإيران لموضوع الفلسطيني وعادل وهذا أنا ما بستبعده يكون طالما في إسرائيل موجودة وعادل ولصالح الجميع أنا أكيد رح تطلع حماس تقول ما بدي لأن إيران ما بدها إذا بعد عندها مصلحة إيران بتقوية نفوذها وقدرت إيران تنفذ نقطة أساسية إنه ملف النووي اليوم بتحكوا فيه غير ما تحكي بموضوع حماس انا ما تحكي بقدرات المنطقه لانه في احتلال قائم ما الا انا انا خلي هيدا العالم يوصل لسلام عالي تخلوا عن العالم وصل لتطبيع مؤخرا فيني انا بتذكر كنا نشوفهم بتذكر ناس ما سلموا ارضهم بسهوله هن سلموا ارضهم بسهوله الفلسطينيه هيدي هودي مسؤوليه حضرتك تقبل انا اقول لك انتم اللبنانيه سلمتوا ارضكم بسهوله لا هن سلموا كيف تقبل انك اليوم توصل شعب بقرارات انظمه وحكام اليوم حضرتك عم توصم شعب رجعنا لفكرة التعميم لكن لحظة بذكر. انت اليوم انت كلبناني انت سلمت انا لا ما سلمت ايه وليش اليوم بس احنا كنا تحت الاحتلال احتلال غير صار في احتلال سوريين انت سلمت لحظة صار في جهاز امني واعتقالات لقوتيين وعونيين وكتائب في ناس قليله ما فهمت ايه بوسمك انا كشعب بس اليوم مثل ما صار هن لما يكون في معادلات كبيره بوسم الشعب هن اعتبروا انه في بلد في بلد بديل حملوا حالهم وبلشوا يجوا مين هن اعتبروا هن تهجروا يا استاذ سيمون اليوم لبنان انقطع النتله بالبلد ترك لبنان وفلوا قال انا مهاجر بس انا لحظه كمان كيف بدك توصم ناس يعني انا ما بدي مثل انا عندي ذاكرتي انا مقتنع فيها انه شو انا ذاكرتي انه مقتنع بشي ممارسات صارت بالحرب الاهليه بلبنان إيه؟ بس ذاكرتك ما بتتذكر انه في شعب انطرد من ارضه انا مقتنع بنقطه وكثير منيحه انه فلسطيني قاعد باحشاء الاسرائيلي وعم بقتله من جوا انا هيدي بتايدهم انا ما بقول بايد بارضهم ما بتايد ايدهم بارضهم ما بدي ايد مش خجول انا بموقفي انا في شعب عم ينعمل له حلول بالمنطقه ساعة بيقبل فيها ساعة ما بيقبل فيها ساعة بيمشوا من اتفاق أوسلو بعد شوية بتلفهم مين اللي عم يعمل له حلول؟ في مجتمع دولي اللي هو بتقول هجر وعم يعمل له حل شو بيعمل هذا المجتمع الدولي؟ شو عم يعمل له حل؟ شو بيعمل؟ اليوم ما عم يقدر يجتمع يوقف حرب فيها إبادة أطفال وإبادة عيال هيدا المجتمع الدولي شو عم يعمل لهم؟ ما عم يعمل له شيء المجتمع الدولي عم يقتلهم المجتمع الدولي اللي له حلول عدة مرات وكان في هلا طبعا في المبادرة العربية ما مشيت والإسرائيلي هو معطل بس أنا عم بيجي أقول هل إنه حماس وكتائب القسم هن المجتمع الفلسطيني ما حدا قال هيك هن فاضيين حالهم هيك ما حدا قال هيك بعدين اليوم اللي صاير اللي صاير بفلسطين واسرائيل مثل ما صاير عندنا ما فيش رجالات يعني بالجانب الاسرائيلي ما في رجالات وعند الجانب الفلسطيني ما في رجالات لا بالعكس منيح في شويه مقاومه لانه اذا بده يصير مقاومه طبيعيه انا كل شيء اسمه دفاع وقتال وبهذا المنطق انا يعني اتعاطف او ايد انا بقول لك اياها بس انا بتقلي لي بتايد وبقول لك لا ما فيك تاخذي منها هالموقف ما راح ايد واحد اجى هجم على اهلي وقتل المسيحيين بلبنان وقتل الشباب صار تحت التراب الفلسطيني اللي هو بعده اللي موجود بالشيخ اللي بعده قاعد بقصايا وقاعد بالنعمه لحظه قاعد بقصايا وبالنعمه وعم بالمخيمات وبروح بتدرب وبضب حاله هون انا لن اتعاطف معه طيب بس سؤال حضرتك بيوم من الايام مش كنت مقرب من القوات اللبنانيه لا انا كنت يعني باي معنى مقرب
من سمير جعجع تحديدا والقوات لا كنت اتعاطف معه بس كانه ما وقفوا صادقه او سياديه. شو عمل ببيئته المسيحيه هو ايام الحرب؟ اخطا كثير ببيئته المسيحيه. ليه ما بتعطي ليه ما بتنزل فيه هذا الحكم؟ انا هذا الكلام عم بحكي عم بحكي انه دكتور جعجع غلط يعني لازم يدب الناس اكثر من هيك. فلسطين لا 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 انا عم اقولها انا عم اقولها المسيحيين غلطوا بحق حالهم ووصلوا حالهم هون. مش بس دكتور جعجع انا اعطيتك المسيحيين كل الميليشيات زعماء لبنان اليوم هن زعماء ميليشيا اكثر اللبنانيين. صح. ايه ما بتاخذ منهم هالموقف، قاعد تاخذ موقف اليوم من فلسطيني بالداخل طبعاً نتيجه طبعا ممارسات. لانه بعده قاعد بقصية وقاعد بالنعمه وبعده عم يتظاهرن وبعده هو عم بيشارك بعمليات ارهابيه مبلغ. خلص انا ما بدي اكمل بهذا الجدل لانه غير موضوع.